بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بكم في أولى محاضرات برمجة صفحات الإنترنت، والتي سيتم بإذن الله التعرف وتعلم لغة الجافا سكريبت في هذا المنهج. بداية سيتم إعطاء مقدمة بسيطة على الجافا سكريبت، ثم نحاول معرفة الاكسبيرينس الموجودة عن هذا الكورس. وخلينا نقول أغلب الاحتياجات أو متطلبات هذا الكورس، المتطلبات التي يجب أن تكون لدى المتدرب هو أن يكون لديه المام كامل بلغة HTML مسبقا لكي يسهل عليها التعامل مع الجافا سكريبت، حيث أنها لغة تعتمد على ال HTML وتكتب بداخل ال HTML. هذا مقدمة بسيطة عن محتويات الكورس التي سيتم تغطيتها بإذن الله خلال هذه المحاضرات أو أغلب المواضيع التي يتم تغطيتها. وبعد ذلك الأسسمنت وند الكويز اللي تطلب من والتمارين والنشاطات التي تطلب من المتدرب خلال المحاضرات. بداية سيتم التعرف كيف هي تعمل جافا سكريبت، وعندما نقول جي اس هو اختصار للجافا سكريبت. بعد ذلك الدوم تري، راح نتعرف على الدوم تري، راح نتعرف على النمبرز السترينج والفاريبلز. يعني كما تعلمون انه اغلب لغات البرمجة لديها اساسيات في كتابة اللغة لتجنب وقوع الاخطاء اثناء تنفيذ الكود. ايضا يتم تغطية باذن الله الوايل لوب، الفور لوب، الاف كونديشن، الجافا سكريبت فانكشن، وهي الدوال الموجودة بلت اند يسمى داخل الجافا سكريبت، وايضا كيفية انشاء دوال خاصة بنا، الاريز المصفوفات، والايفنتس الاحداث، وهي اعطيكم مثال بسيط عن ما هي الايفنتس والاحداث. نفترض ان لدينا نص معين، وعند الضغط على هذا النص يعطينا حدث معين، هذا هو الايفنت. انك اذا ضغطت على نص معين يتغير لونه، يدخلك الى صفحة ثانية، يحرك النص من مكانه، احداث كثيرة يتم التعرف عليها باذن الله. الجافا سكريبت في اغلب صفحات النت تستخدم لتحسين التصميم، الفاليديت فورمز. فاليديت فورمز وهي دائما تستخدم في المنتديات، نفترض انه اذا دخلت اليوزر نيم والباسورد يقول لك لا سوف تستخدم خطا او غير مطابق، الباسورد خطا، هذا يسمى الفاليديت فورم، يتاكد من البيانات المدخله، واذا تم مطابقتها بشكل صحيح يتم دخولك الى صفحه معينه. الديتكت براوزر، الكريت كوكيز، العديد من الميزات الموجودة داخل صفحات الانترنت. ايضا الجافا سكريبت هي most popular scripting language، هي لغة مشهورة في الانترنت، تعمل مع جميع متصفحات الانترنت، اكسبلورر، موزيلا، فايرفوكس، نتسكيب، اوبرا، جميع. يعني كيف تعمل معها؟ يعني انت لما تكتب الكود عشان تشوف تنفيذ الكود تشوف عن طريق المتصفح، فإن كان لديك متصفح إنترنت إكسبلورر راح يظهر الكود، موزيلا أيضا يظهر، فايرفوكس، وتبين معنا بإذن الله في المحاضرات القادمة. الجافا سكريبت هي لغة سهلة التعلم، تستطيع إنك تبني أو تصمم موقعك الخاص باستخدام مميزات هذه اللغة. Based on nested tag اللي هو nested tag اللي هو يتسمى التاجات المتداخلة، وهي يعني عند كتابة نص برمجي بالجافا سكريبت أو بالHTML زي الHTML تعتمد التاجات المتداخلة. يعني إذا فتحت تاج معين نفترض H1 لازم تقفله H1، له وسم بداية وله وسم نهاية، داخله
تستطيع كتابة وسم آخر، ولنفترض أنه بيكم. يعني أول ما تفتح الوسم يجب أنك تقفله. كذا تصبح التاجات متداخلة، يتم شرحها إن شاء الله في بصورة أفضل في أثناء التطبيق العملي. ما هي الفرق بين جافا وجافا سكريبت؟ هل هي زي بعض؟ أكيد لا، تختلف. لغة الجافا هي لغة خاصة تختلف عن جافا سكريبت اختلاف كلي في المفهوم وفي التصميم أيضا. الجافا طورت بواسطة سن مايكرو سيستمز، وهي أكثر تعقيد، مثل السي وسي بلس وسي شارب، هذا الجافا وليس الجافا سكريبت. تنتهي الجمل بالسيمي كولون. السيمي كولون هي الفاصلة المنقوطة عند كتابة أي جملة، يجب أن تنتهي بالسيمي كولون. ونراكم بإذن الله في المحاضرة القادمة.